ريال مدريد ويبقى الهدف الاول لفرقه ريال مايوركا. ركز معايا كده، بص التكتلات الدفاعيه اللي بيعملوها فرقه مايوركا، خمس لعيبه ناحيه فينيسيوس جونيور. مايوركا بدات التشكيل بخمسة أربعة واحد. ريال مدريد خسر من مايوركا النهارده. ايه سبب الخساره؟ تعال اقول لك ايه سبب الخساره. ريال مدريد بدا اللقاء بالشكل اللي انت شايفه ده، 4-3-3. بدا بناتشيو هنا قلب دفاع، وهنا رودريجر، وهنا باك ليفت كامافينجا، وهنا باك رايت كارفاخال، وهنا فالفيردي، وهنا تشاوميني، وهنا سبايوس، وهنا في الجنب ده تحديدا فينيسيوس جونيور، وهنا رودريجر، وهنا اسينسيو. اجيري مدرب مايوركا بدا اللقاء بخمسة أربعة واحد بنفس الشكل اللي انت شايفه، خمسة هنا أربعة واحد، بيتحولوا في الحالة الهجومية للشكل ده، هنا بيعمل الزيادة العددية وده بيعمل الزيادة العددية، بيهاجموا من المساحة بتاعت كارفاخال، والهدف جه عن طريق المساحة اللي فورا كارفاخال. ليه؟ أقول لك أنا ليه. الكرة هنا عند لاعب مايوركا، هنا كان فالفيردي رجوعه كان متأخر. الكرة لما كانت عند دفاع مايوركا، هنا مهاجم مايوركا لعب الكرة بالعرض عشان تخبط في راس ناتشيو وتبقى الهدف الأول لريال مايوركا. ايه المشاكل النهارده اللي كانت عند ريال مدريد؟ المشاكل اللي عند كانت ريال مدريد النهارده، كان دايما بيستغل الاماكن اللي عند فينيسيوس جونيور، تمام كده؟ الاماكن دي تحديدا كان دايما بيستغلها، والمكان ده كان دايما بيبقى فيه تكتلات دفاعيه من لعيبه مايوركا. عمليه الترحيل كانوا دايما بيقربوا هنا من فينيسيوس جونيور، كنا بنشوف أربعة وخمسة ناحيه فينيسيوس جونيور. رودريجو ما كانش بيقوم بالادوار بتاعته اللي كان بيقوم بيها كريم بنزيما. غياب بنزيما كان مؤثر جدا النهارده، كان مشكله عند ريال مدريد ان كريم بنزيما ما كانش موجود، ما كانش في حد بيخلص، تمام كده؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه، ما فيش حد بيعمل الزياده العرضيه جنب فينيسيوس جونيور. كنا بنشوف كامافينجا بيعمل الزياده ده جنبه، تمام، بس كان بيبقى في تكتلات دفاعيه، اربع او خمس لعيبه من فرقه ريال مايوركا كانوا بيقربوا من فينيسيوس جونيور عشان ما يسمحوش لفينيسيوس جونيور ان هو يعدي. وبالفعل نجح مايوركا ان هو ما يوصلش فينيسيوس لمناطق الخطوره، تمام. ايه المشكله عند ريال مدريد؟ المشكله عند ريال مدريد ان هو دايما معتمد على فينيسيوس جونيور، تمام. مفيش حد بيفك الضغط عليه في المكان ده، مفيش لاعب بيفك الضغط على فينيسيوس جونيور في المكان ده. احنا محتاجين حد في المكان ده يفك الضغط على فينيسيوس جونيور. كل الملعب مترحل من الناحيه الثانيه عند فينيسيوس جونيور، مفيش حد بيفك المكان ده خالص نهائي. ودي مشاكل ريال مدريد، ان دايما الفرق بتقفل لك المكان اللي عند فينيسيوس جونيور وما بتوصلكش. خلاص شكرا، انت خطورتك كلها قلت مع غياب كريم بنزيما النهارده. كان في مشاكل كتيره، ده غير ان كان الفرقه النهارده ريال احصائياته في الكرات الثابته بتاع 20 كوره، مفيش ولا كوره ثابته اتلعبت بشكل تلقائي ان هو حد يخلص ويجيب جون بسبب غياب كريم بنزيما. زي ما قلت لك، ريال مايوركا بدأ التشكيل بخمسة أربعة واحد. ركز معايا كده، بص كام لاعب، خمسة أربعة واحد. ركز معايا كده، بص التكتلات الدفاعية اللي بيعملوها فرقة مايوركا، خمس لعيبة ناحية فينيسيوس جونيور تحديدا، خمس لعيبة، غير عملية الترحيل، غير الناس اللي بتيجي من تحت بيرحلوا معاه. المشكلة ما كانش سبايوس بيقرب من كامافينجا ولا بيقرب من فينيسيوس، ما كانش بيعمل الزيادة العددية معاهم علشان يبقى فيه تفوق عددي لفرقة ريال مايوركا في المكان ده تحديدا عند فينيسيوس جونيور. ودي مشاكل ريال مدريد، رتم الماتش كله على نفس النسق ده، كله معتمد على فينيسيوس جونيور ان هو يخترق. خلاص انت افترض النهارده ما فيش فينيسيوس جونيور، او فينيسيوس جونيور مش موجود، انا كفرقة ريال مدريد مش موجودة مع غياب كريم بنزيما، شكرا انت اتضربت كفرقة ريال مدريد. ودي المشاكل عند ريال مدريد واللي بيواجهها انشيلوتي في دايما في المباراتشات التقيلة. وماتش زي ده انا تحديدا كان ملحمة كروية، ما كانش كرة، كان حرفيا ملحمة كروية، كان ضرب وكمية تخبيط وكمية يعني وانذارات وحاجات غريبة في الملعب. هدف ريال مايوركا جاء عن طريق قلة الضغط من فرقة ريال مدريد. اللاعب هنا الكرة جات له، هنا في تفوق عددي 2-1، اللاعب الكرة لعبها بالعرض، فيرويد بتاع ريال مايوركا قطع القريبة، ناتشيو هنا طلع بيلعب الكرة بدماغه، بس الوضع الجانبي هو بيلعب الكرة بدماغه كان خطأ تماما، سمح ليه ان هو الكرة تخبط في دماغه بوضع تشريحي خاطئ، تيجي في دماغه بعيد عن الجبهة بتاعته عشان تطلع الكرة لبره. لا، هو لعبها يعني كده بظهره، والكرة اتردت في الزاوية العكسية لفرقة ريال مدريد ويبقى الهدف الاول لفرقة ريال مايوركا.